بحضور الفريق ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني وسمو الشيخ عبد الله بن عيسى الخليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل. اختتم النادي عصر اليوم موسم السباق 2017-2018 بتنظيم السباق 26 والأخير لهذا الموسم الذي يقيم على كأس سمو الشيخ عبد الله بن عيسى الخليفة وكؤوس أنجاله سمو الشيخ حمد بن عبد الله وسمو الشيخ عيسى بن عبد الله وسمو الشيخ محمد بن عبد الله وكأس مجموعة زيد بن ذيب الكبرى للصناعة والتجارة وكأس الملاك وكأس الصبل الروضة وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير. كما حضر السباق سمو الشيخ حمد بن عبد الله بن عيسى الخليفة وسمو الشيخ محمد بن راشد بن عيسى الخليفة وسمو الشيخ خالد بن علي بن عيسى الخليفة وسمو الشيخ عيسى بن عبد الله بن عيسى الخليفة وسمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى الخليفة وسمو الشيخ محمد بن عبد الله بن عيسى الخليفة وجمهور من محبي رياضة الفروسية وسباق الخيل. وتم تتويج الفائزين بكؤوس السباق حيث قام سمو الشيخ عبد الله بن عيسى بتقديم كأس سموه إلى سمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى، فيما قام سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد بتقديم كأس الروضة للجياد العربية إلى المضمر الفائز آلان سميث، كما قدم سمو الشيخ حمد بن عبد الله بن عيسى الخليفة كأس سموه إلى المضمر الفائز يوسف طاهر، وقدم سمو الشيخ محمد بن عبد الله بن عيسى كأس سموه إلى المالك الفائز أحمد العنزور، فيما قدم سمو الشيخ عيسى بن عبد الله بن عيسى كأس سموه إلى المالك الفائز ساهر جعفر العلوي، فيما قام السيد زيد بن ذيب الكبرى بتقديم كأس الشوط الخامس إلى المالك الفائز نبيل داد الله، كما قام السيد توفيق شرف العلوي مدير عام النادي بتقديم كأس الملاك إلى سمو الشيخ محمد بن عبد الله بن عيسى الخليفة.